هذا العود جزء مهم من حياتي، مثل ما التعليم جزء مهم من حياة الأستاذ اللي جايين نتضامن معه، كمان الدولة تعطيهم حقوقهم. بدنا نحن البلد يصير يشبه الكونسيرفاتوار، مش نحن نصير نشبه البلد، مزبوط؟ يعني إذا الموسيقية يلي هن بيمثلوا العالم المدنيين يلي ما خصها بالطوائف وما خصها بالزعماء، بدنا نصير نحن نحن حابين نعديهم، بس كمان بذات الوقت مش عم بينعدوا منا. هلا هن وقت بدهم يانا ببلشوا بليس عم صوتوا لنا وعم تخبونا، وقت نحن بدنا اياهم ما حدا بيدير ظهره وما حدا بيطلع فينا. فمثل ما نحن هن بحاجه لنا، كمان نحن بحاجه لهم، بليز تطلعوا فينا. موهبة نادرة، ولأنه الموسيقي الأكاديمي وحده قادر أنه يخرج أجيال من المواهب، لازم الدولة تعطيهم اعتبار مزدوج. هن الجنود المجهولين اللي بيجاهدوا وراء الكواليس ليقدموا أفضل صورة للبنان وعن لبنان، ويعلموا تلاميذهم الأداء الصحيح بلا تنشيز. الأساتذة بالكونسيرفاتوار اعتصموا ليطلبوا من الدولة ما تنشز معهم. أجرة ساعة الأستاذ، نحن لما عم نحكي عم نعتصم، هالمؤسسة أول مرة بتعمل اعتصام من وقت اللي تأسس الكونسيرفاتوار سنة 1925، هي أول مرة بنعمل حركة، وصراحة لغاية اليوم كنا مترددين ومستحيين نقول شو مطلبنا، لأنه أجار الساعة بس يسمعوا أي إنسان بلبنان بيتفاجأ. نحن أجار ساعة الأستاذ بتبلش ب 8700 ليرة على الساعة، ونحن عقودنا على الساعة. قالنا سنين ساكتين صح، بس هالمؤسسة الأكاديمية اللي كلهم الأساتذة بتعاطوا بالموسيقى، هن أساتذة صامتين ومجاهدين كبار فعلا، لأنه بنشتغل نحن بصمت. عنا عم نوصل الأمانة ل 6000 طالب بلبنان. الموسيقى بطبعه مهذب، وبندرس موسيقى لنتهذب أكتر. ما بحياتنا طلع صوتنا، ما عم نحكي بجرحة، عم نحكي ما فيني قلك أكتر من أنه الجرح صار كبير. وقت يكون في مهرجانات كبيرة بيكونوا الأوركسترا الغربية أو الشرقية اللي عنا، بيكونوا معالي الوزراء كلهم قاعدين بالصفوف الأمامية، مش بس للمسؤولين لوقت بدهم يجوا يحضروا حفلات وينبسطوا. يعني لازم يعرفوا المسؤولين وراء هالتعب، وراء هال الأوركسترا اللي عم بيشوفوها أو هالتلاميذ يلي عم بيشوفوا نتيجتهم، في تعب أساتذة وراهم، وفي سهر. أكيد نحن بنتضامن مع الأساتذة لأنه بيجوا بيتعذبوا لحتى يعلمونا ولحتى يعطونا أشياء كتير مهمة ما بقى يمكن كتير موجودة باليوم. بأبسط حقوقهم وكسروا حاجز الصمت. سلسلة الرتب والرواتب جالت كل الوزارات ونعمل عليها كل الدراسات وما تغير فيها شيء، لكن هن عم بيغيروا وعم ينتجوا ليعلموا أكثر من 6000 طالب ويعملوا أكثر من 4 حفلات أسبوعيا. فهل بيلاقوا أذان صاغية؟ من المؤسف أنه لما الموضوع بيتناول الحقوق الأولية والبديهية اللي بتحق له للأستاذ الأكاديمي بيصير مهمش من الدولة، هذا شيء معيب جدا. هذا بيعني انه ما في اعتبار لا للموسيقى ولا للموسيقيين، ساعتها ما بيفيهم يدعوا انه هني بلد متحضر. هذا الكونسيرفاتوار بيضم من 300 ل 400 استاذ وعازف من مختلف الطوائف، بس اللي بيجمعنا هو الموسيقى. كمان بيحوي حوالي 6000 طالب من مختلف الطوائف، واللي بيجمعهم معنا هو الموسيقى. Music is the most powerful way to bring people together and to bring Lebanese together under the Lebanese flag. And I think the conservatory holds a vital, vital role in doing that. عم ننشئهم على شيء كتير سامي وراقي. بقى يشوفونا نتفة بعين يعني مختلفة، بعدين ما بقى بستغرب بهالبلد يعني
اذا كله فارط وكله مهري اكيد ما راح يطلعوا فينا. بفهم انه الاستاذ لما يعطي من قلبه وما عم ياخذ حقوقه لا بده يطالب فيها اكيد 100%. يعني اكيد هذا الاله كثير مهمه وكثير بتعني الاله خصوصا، واكيد من دون الاستاذ يعني ما فينا نتقدم نوصل لمحل. عم نحكي من ناحيه القيمه اللي لازم يقدروه فيها للاستاذ منا موجوده. نحن بين الملوك لازم وجودنا بين الملوك بين العظماء، لأن الموسيقى هي بتهذب الروح.